هبط جبرين قال يا حبيبنا عالقماره مقبوضه في التيسار نبغيك تفك عالقمام الهان تقبض عمر الخادع النكار اركب علي وسار في الاوطان ضربت عليه حومه الاطيار اركب علي وسار في الاوطان ضربت عليه حومه الاطيار قال سلام عليك يا حبيبنا رد عليه سلام يا حضار قال له طفلة شابة مزيانة متمحن بها وعقلي طائر قال له طفلة شابة مزيانة متمحن بها وعقلي طار ذاك الكافر حين شاف إمامنا اتبدل وجهه بدا يصفار قال شو ميساش كوني فكنا وقيل هذا لي حيدار ذاك الكافر حين شاف إمامنا اتبدل لونه بدا يصفار قال شو ميساش كوني فكنا وقيل هذا لي حيدار قالوا راجل قايم اللفتانة بوسيفين مطوع القدار قالوا راجل قايم اللفتانة بوسيفين مطوع القدار خايف منه اليوم يفرق شملين حتى واحد ما يجيب اخبار ذا بن عم رسول من المدينه جاي يسلك على القمام العار ذا بن عم رسول من المدينه جاي يسلك على القمام العار حين وصل علال يا فطانه واسال ذاك النعيل يا حضار قدام العلجاب دا يتغانى وتقدم له كلمه بجهارة قدام العلجاب دا يتغانى تقدم له كلمه بجهار قال الإمام يا عدو مولانا اعزم ياكل بعيد لي الأخبار واش من سبة كتف وحبيبنا والديرو في الشمس والهجار فقال له هو تعدى حرمنا ودالي زوجتي ودار العار وقت اللي ستين من غاشينا وخلاهم للذياب والأطيار فقال له هو تعدى حرمنا ادالي زوجتي ودار العار وقت اللي ستين من غاشينا خلاهم للذياب والأطيار المرسول اللي مشى ما جانا وخلاهم كل أرض كل أغمار المرسول اللي مشى ما جانا خلاهم في الأرض كل أغمار انتق علي ما يحلق الرانق ذا الشايب ما هوش ليك عبار نلقى كان اليوم ترى حربنا وادع الارض وشايع بالابصار نلقى كان اليوم ترى حربنا وادع الارض وشايع بالابصار تعرفني نزهى نهار الكاين انا علي للقضاء صبار سيفي ما يحفاش في الخزيانة ودائما في رقابكم زبار الكافر طغى وجاب خشانة وما هو داري لقى شرار النار كافر طغى وجاب خشانق ما هو داري لقى شرار النار طار عليه سجيع كيد عدانق خطفه من السرج في المشوار
قال له شهد راك تضحى جارنا تتنجى من والديك الدار. قال له شهد راك تضحى جارنا تتنجى من هوال ذيك الدار. انت قعلق ما قال له خاطينا اقبض عمر الخاد عنك هار. عالق ما خايف به حب فلانا مسروق على سابغة الاشفار. عالق ما خايف به حب فلانا مسروق على سابغة الاشفار. قالت له ذا نعي سهم الهانة اضرب راسه وراح غادي طار. قالت له ذاك نعيل سهم الهانة اضرب راسه وراح غادي طار. اداوها ومشاوا للمدينة شهدت على يدنا بالمختار.